للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي. سيادة اللواء في البداية أرحب بك، أبدأ معك ربما بدلالة التوقيت الذي اختارته إسرائيل للقيام بهجمتها على أو باستهداف إيران، في رأيك إلى أي مدى، ما الذي في الحقيقة يشير له هذا التوقيت بالذات قبل الانتخابات الأمريكية بعدة أيام من ناحية، ومن ناحية أخرى هل تعتقد أن الوثائق التي سربت من البنتاغون جعلت إسرائيل تغير عقارب ساعة هجومها على إيران؟ يعني أول شيء مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين. أعتقد أنه إيران هذه جاءت في عملية من نتنياهو، جاءت في عملية الردع يعني لإيران، ورسالة لإيران أنه إسرائيل تستطيع الرد في الزمان والمكان المناسبين. اثنين، جاءت هذه العملية لتقوية نتنياهو في داخل الحكومة الإسرائيلية، أنه إسرائيل لديها القدرة على الرد على محور المقاومة، يسمى بمحور المقاومة حسب ما يدعون الإسرائيليين. فبالتالي إسرائيل في هذه الضربة هي أرادت أنه الدعم كمان أن تحصل على الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الضربة يعني كان العديدين من الإسرائيليين أو المحللين الإسرائيليين يتوقعون أن تكون الضربة أكثر قوة وأكثر إلاما لإسرائيل حسب التصريحات الإسرائيلية، ولكن ما يعني حسب الضربة اليوم أمس التي استمرت لمدة 3 ساعات هي كانت ضربة مناطق محدودة ولم يكن يعني وليست بهذا الحجم التي كانت إسرائيل تقول به أنها سوف تقوم بالرد على إيران. إيران بهذه الضربة، إيران اعتبرت أنها ضربة يعني لم تكن موجعة، فبالتالي أعتقد أنه الرد على سوف يكون عليها الرد عبر دول المحور وليس من إيران مباشرة، لأنه هذا بيعتمد كمان كلياته على التدخل الإقليمي والتدخل الدولي لتخفيف من هذا الحد. طيب يعني قبل أن نأتي إلى هذه النقطة ونقطة الرد الإيراني سيادة اللواء، يعني دعني أقتبس من أفيغدور ليبرمان ما قاله، هو وصف هذه الضربة، الضربة الإسرائيلية، بأنها ضربة تسعى إسرائيل من خلالها وكأنها تسعى إلى التهدئة وليس إلى الردع. يعني عادة يعني قبل التهدئة تكون هناك ضربة، يعني لأن إسرائيل تعتبر أنها استطاعت الرد على إيران، فبالتالي ردت على الضربة الإيرانية على تسعى للتهدئة. أعتقد أنه حسب التدخل الدولي، أعتقد أنه الدول الإقليمية والدول يعني الدول الدولية مثل أمريكا وروسيا، أعتقد أنه دخلت على الخط من أجل التهدئة والتهدئة بين الطرفين، لأنه لا تريد حربا إقليمية واسعة. ولكن بالنهايه هذا يعتمد على الرد، يعني لانه اليوم السبت كما تعلمين في اسرائيل، والاسرائيليين يعني سوف يبداون تصريحاتهم بعد الساعه 6 مساء، واعتقد انه الرد سيكون يعني لا اعتقد انه يكون هناك سوف يكون ردا ايرانيا على هذه الضربه الا عبر الوسطاء، لانه على ما يبدو لا يوجد مؤشرات حقيقيه حتى الان باتساع رقعه الحرب الاقليميه. فبالتالي هناك توافق دولي انه بتهدئة الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط. نعم، طيب سيادة اللواء، بالرغم من التصريحات الإسرائيلية بأنها من خلال هذه الضربة استطاعت تحييد أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ولكن كان هناك يعني صور كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى من وكالات إيرانية تظهر أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وهي تسقط الصواريخ الإسرائيلية، كما كذبت أيضا حديث إسرائيل أن هناك 100 طائرة حربية شاركت في هذا الهجوم على إيران. إلى أي مدى هذا أيضا يعني إذا كان الداخل الإسرائيلي بحد ذاته ينظر أن الضربة كانت ضعيفة، ماذا عن المجتمع الدولي؟ كيف سينظر الجميع لهذه الضربة؟ وهل سيغير النظرة حول جيش الاحتلال وفزاعة أنه جيش لا يقهر وأن ضرباته دائما قاسمة؟ يعني لا أعتقد أنه استطاعت تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية، لأنه إيران دولة كما تعلمين دولة يعني مساحتها شاسعة ولديها قدرة عسكرية قوية، ولكن إسرائيل الأماكن التي ضربتها في أماكن محدودة،
ولكن حسب الإذاعة الإيرانية وحسب المحللين الإيرانيين أنهم استطاعوا الرد على هذه الصواريخ ومقاومة هذه الطائرات الإسرائيلية، بدليل أنه الآن داخل إيران المطار مفتوح، الوضع طبيعي، عاد إلى طبيعته في طهران. لو تأثرت طهران بهذه الضربة لكان يعني لرأينا حالة الاستنفار وحالة التأهب في إيران، ولكن على ما يبدو أنه إسرائيل أرادت من هذه الضربة فقط لا غير، نتنياهو أراد وتقوية نفسه في داخل الحكومة والحصول على المزيد من المساعدات من الولايات المتحدة، وتأتي هذه الضربة عشية الانتخابات، يعني الانتخابات في 5 نوفمبر، يعني باقي يعني 10 أيام فقط لا غير. فبالتالي لا يريد نتنياهو ولا الولايات المتحدة توسيع دائرة الحرب الآن، ولكن هي رسالة واضحة لإيران، إذا استمريت بهذا الضرب لدينا القدرة ولدينا الطائرات، ممكن أن نضرب أكثر، يعني نضرب يعني أكثر أماكن عمقا في داخل إيران ومناطق عسكرية أكثر. شكرا لك جزيل الشكر من رام الله، اللواء حابس الشروف ومدير معهد فلسطين للأمن القومي، شكرا جزيلا لك.